برحب بحضراتكم من جديد. والحقيقة حدث تاريخي وحدث كلنا بنفخر ان احنا جزء منه. انا بفخر ان انا جزء من تغطية الحدث ده. والحقيقة وانا بتابع الحفلة وبتابع اراء الناس على السوشيال ميديا، شايفة قد ايه جماهير النادي الاهلي حاسين بفخر كبير قوي. كل انجاز الحقيقة بيحصل من منظومة النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي، وطبعا الوحدة الاقتصادية اللي بنأكد عليها مع شركة استادات الشركة الوطنية. الحقيقة دايما جمهور النادي الاهلي داعم في كل وقت وفي كل مكان، شايفين قد ايه مبسوطين جدا الناس وبتتكلم على المشهد التاريخي اللي بنتفرج عليه، بيتكلموا على انه النادي الاهلي دايما سباق، وان النادي الاهلي الانجازات دايما فيه هي خلاص هي عنوانه. احنا بنتكلم ان احنا تقريبا كل فتره بنبقى بنحتفل مع حضراتكم بانجاز جديد، سواء على مستوى الرياضه او على مستوى التطوير في كيان النادي الاهلي. وطبعا دور وطني كبير قوي بيقوم بيه النادي الاهلي بافتتاح الاهلي الاقصر. كان وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، وطبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات الشركه الوطنيه، بياكدوا على ان لولا مجهودات يعني جهات الدوله المختلفه الحقيقه انه يكون في امن وامان في بلدنا بالشكل ده، ما كناش هنشوف الانجازات دي بالشكل ده.